الأطباء البيطريين ومسؤول الإعلام والإرشاد البيطري في دائرة البيطرة الدكتورة زينب رحيم. مرحبا بك دكتورة. هل لديكم معلومات حول الإصابة التي اكتشفت مؤخرا في العاصمة بغداد؟ تفضلي. مساءكم مساء. نشكر قناتكم الموقرة على تسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي. مثل ما تفضلتم ببداية تقريركم أنه بالفعل توجد تسجيل لعدة أصابات بمرض الحمى النزفية، وهذه الإصابات يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة. مبدئيا أحب أعرج على دور دائرة البيطرة والتي تعد إحدى تشكيلات وزارة الزراعة العراقية، بأن الدائرة تنفذ سنويا حملتين، حملة ربيعية وحملة خريفية، من أجل رش وتغطيس الحيوانات والحظائر للقضاء على الناقل الرئيسي لمرض الحمى النزفية وهو القراد. القراد اللي ينتشر في تربية حظائر الحيوانات وينشط في فترة الربيع وفترة الخريف. فنفذت الدائرة الحملة الربيعية منذ فترة 8 آذار ومستمرة لغاية الآن حسب ظهور البؤر المرضية. فتشكل فرق بيطرية من كل مستشفى بيطري متواجد في المحافظات، فتوجد 15 مستشفى بيطري في المحافظات بعدد 293 فرقة بيطرية. يتوجه الأطباء البيطريين إلى مكان الإصابة من بعد ما يتم تبليغنا من قبل وزارة الصحة عن وجود الإصابة بالمواطنين، فيتم رش وتغطيس المنطقة ويتم تحديد هذه المنطقة بحدود 15 كيلومتر. يمنع حركة الحيوانات في هذه المنطقة لفترة 14 يوم حتى نضمن انتهاء الإصابة في هذا المكان. نعم. طيب يعني نعم، هل تعتقدون مرض جديد في العراق؟ نعم. هل تعتقدون دكتورة زينب أن هنالك تهاون في التعامل مع انتشار الحمى النزفية؟ تهاون ليس من قبل الدوائر الرسمية، مثل ما تفضلت وقلت لحضرتك أنه دائرة البيطرة مستمرة ليلا ونهارا في تنفيذ حملات الرش والتغطيس، لكن الدور الرئيسي ليس فقط على طبيب البيطري وعملية الرش والتغطيس، وإنما هناك دور رئيسي أيضا هو للمجازر. لا توجد مجازر رسمية مجازة تكفي استيعاب محافظة بغداد أو حتى محافظات الأخرى، وإن وجدت هذه المجازر يحتاج لها إلى إعادة تأهيل، وبالنتيجة أنه المواطن ما يلتجئ إلى هذه المجازر أو حتى القصابين، فتكثر ظاهرة الجزر العشوائي. ظاهرة الجزر العشوائي ظاهرة لها الدور الرئيسي في انتشار مرض الحمى النزفية، لكون أنه الفيروس أثناء ما تم ذبح الذبيحة في أماكن غير رسمية يتواجد هذا الفيروس في السوائل التي تخرج من جسم الحيوان، سواء كان الدم أو أي سوائل أخرى. فهذه وعدم جدية المواطن أو حتى جدية القصاب في التعامل مع هذه الذبيحة يكون هذا عامل رئيسي أنه ينتشر الفيروس من خلال الدم. أيضا كذلك بالنسبة لدور آخر هو دور السيطرات الأمنية في المحافظات، وجهنا طبعا من خلال الوزارة إلى هذه الجهات الأمنية أنه تمنع حركة الحيوانات من محافظة إلى محافظة أخرى خاصة إن توجد فيها الإصابة، أنه ما تسمح بمرور الحيوانات إلا بعد حصول صاحب الحلال على شهادة صحية بيطرية تؤكد خلو هذه الحيوانات من الإصابة وقد رشت وغطست قبل نقلها إلى المحافظة الأخرى. فيكون للجزر العشوائي وحركة الحيوانات الدور الرئيسي أيضا في هذا الموضوع. يعني كذلك نعم. توعية المواطنين، المواطنين يجب أن يكون لهم. دكتورة زينب، يعني جميعنا يعرف الآن أن السبب الرئيسي لهذا المرض هو الحيوانات، لكن هل المرض عدوى من الإنسان إلى الإنسان أم انتقاله يكون فقط عن طريق أكل اللحوم والجراد؟ لا، بالتأكيد من الحيوانات إلى الإنسان ومن إنسان إلى إنسان آخر، من خلال التعامل، من خلال ممكن أنه هو شلون الإنسان يصاب أثناء ما يتعامل مع الذبيحة، ممكن هذه الذبيحة تكون بها الفيروس موجود في السوائل، مثل ما بدأت حديثي أنه تكون موجودة في السوائل، وبالنتيجة راح ينتقل للإنسان من خلال جرح بسيط، جرح بسيط يكون في جسم الإنسان في يعني باليدين. ولهذا احنا دائما ننصح
القصاب أثناء ما يبيع اللحوم أن يرتدي كفوف ويرتدي صدرية ويرتدي جصمة بيضة، وطبعا دائما تكون ملابس فاتحة حتى يعني يحمي نفسه من الإصابة، بالإضافة أيضا إلى ربات البيوت أثناء ما تتعامل مع الذبيحة اللحوم مباشرة يعني من القصاب إلى التجميد. التجميد يضعف من مقاومة الفيروس إن كان موجود في الذبيحة، ومن بعدها تبدأ تتعامل معه بسكين معقم وبتخت معقم وترتدي الكفوف، وعملية الغليان كفيلة أنه تقتل أي فعالية ممكن أن تتواجد للفيروس داخل اللحم. نعم. طيب ما هي آلية العلاج للمصاب بعد الإصابة؟ هل علاجه سهل ومتيسر أم أنه صعب مثل ما كان في بداية فيروس كورونا؟ الكثير من الأرواح زهقت بسبب ذلك الفيروس. أكيد على المواطن مجرد ما يحس بأي أعراض، ارتفاع في درجة الحرارة، إعياء في الجسم، إذا مباشرة توجه إلى المستشفيات الصحية سيتلقى علاج وبروتوكول خاص بعلاج الحمى النزفية لدى وزارة الصحة، ممكن أنه يشفى. وتقريبا 80% من الإصابات اللي يصاب بها البشر قد شفيت، لكن إذا الحالة تطورت وما يراجع أي مستوصف صحي، إذا تأزمت الحالة بظهور بقع نزفية على الجلد، وبالتالي راح يبدي ينزف من أي فتحات بالجسم الإنسان سواء من العين أو الأنف أو الفم أو أي جهة أخرى ممكن أن يؤدي إلى النزف، النزف بالتالي يحدث الوفاة. لكن مباشرة إذا حس على هذه الأعراض اللي تظهر عليه ويلتجئ إلى أي مستوصف، ممكن أن يكون الشفاء محتمل بنسبة 99%. طيب دكتورة، السؤال الأخير وباختصار لو سمحتي، جميعنا يعني أو أغلب الناس تحب اللحوم الحمراء، هل إذا كانت اللحوم مطبوخة يمكننا أكلها أم لا؟ لأن ما نقدر نأكل بلا لحم. بالتأكيد إحنا نطمن المواطن مجرد اتباع إجراءات صحية سليمة، أولا شراء اللحوم من أماكن رسمية ومجازة وبإشراف أطباء بيطريين ولحوم مختومة، هذا يؤكد على أنه هذه اللحوم سليمة، فبالتأكيد أنه جنب نفسه الإصابة. وأيضا الطبخ الجيد للحوم وقبلها تجميد اللحوم بصورة صحيحة مدة 6 ساعات على الأقل، وبعدها التعامل بصورة صحيحة مع اللحم بارتداء الكفوف والتعقيم للسكين والتخت والطبخ نعم. الجيد يضمن سلامة المواطن من أي نعم. إصابة. شكرا لك رئيس مسؤول الإعلام والإرشاد البيطري. هي بس أن رسالة واحدة نعم تفضل. إذا تسمحين رسالة واحدة وأخيرة نعم. أنه المواطنين مقبلين على عيد الأضحى المبارك، فندعو كل مواطن أنه يلتجئ إلى ذبح الأضاحي في الأماكن الرسمية والابتعاد عن الجزر العشوائي أو الذبح في الأماكن العامة، هذا يجنبنا انتشار وإصابة المواطنين بمرض الحمى النزفية. نعم دكتورة زينب رحيم رئيس مسؤول الإعلام والإرشاد البيطري كنت معنا، شكرا جزيلا لك.